واحد بقى من نجومنا الكبار ونجوم منتخبنا الوطني وهداف منتخب مصر السابق طبعا، والمدرب او مدير الفني لفريق طلائع الجيش، كابتننا الجميل كابتن عبد الحميد بسيوني نجم نادي الزمالك السابق. كابتن عبد الحميد تحياتي ليك يا كابتن. حبيبي يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ومنور الدنيا دايما. انت اللي منور يا كابتن بسيوني. واهلا بيك ومشاهديك، وانت دايما متالق يا كابتن. انت المتالق يا كابتن ما شاء الله عليك الفتره اللي فاتت. الله الله يوفقك يا كابتن حبيبي. يا كابتن حبيب، خلينا نطمن عليك في البدايه، قول لي ايه الاخبار الدنيا في الفتره دي، بتفكروا في المعسكر القادم او في فتره التوقف دي ازاي بالنسبه لطلائع الجيش؟ والله الحمد لله احنا شغالين زي ما احنا تماما، وامورنا زي شغاله يعني بخير دايما. احنا عندنا بطولة الرابطة ان شاء الله، عندنا ماتش بعد بكرة ان شاء الله مع نادي زد في افتتاح بطولة الرابطة بالنسبة لنا، بالنسبة للمجموعة بتاعتنا. وشغالين كويس لان انت عارف ان المباراة مهمة وجاية في وقت كويس جدا، خاصة في بطولة توقف كبير للمنتخب، فبنحافظ على لعبتنا وعلى لياقتها وعلى اللعيبه كمان اللي احنا عايزين نرجعها بقالها فتره بعيد عننا، والاصابات اللي كانت بعيده وتبدا تخش معانا. فمش هنلاقي افضل من بطوله الرابطه ان شاء الله باذن الله ان احنا نقاتل على حظوظنا فيها، وفي نفس الوقت نطمن على جميع لعبتنا من خلالها ان شاء الله. واخدها لتجهيز اللعيبه كابتن ولا لتحقيق بطوله جديده الاثنين يا كابتن محمد؟ ان انا اجهز لعيبتي كلها بحيث ان لما يرجع الدوري تكون لعيبتي كلها في كامل بدنيتها وفنيتها العاليه، وحفاظ على الوقت الكبير اللي راح ده. في نفس الوقت لنا حظوظ زي ما جميع الفرق لها نفس الحظوظ، وبنقاتل على حظوظنا وبنكافح عليها بحيث ان احنا زينا زي ال 16 فريق اللي موجودين، كل واحد بيمني نفسه ان هو يكون بطل الرابطه. خصوصا انا كنت كمان انها يعني بطل الرابطه بيشارك في كاس السوبر المصري بشكل بالزبط. جديد بالظبط، طبعا بتبقى ليها اهميه كبيره. كابتن خليني اسالك بقى على ماتش النهارده لمنتخبنا الوطني ورؤيتك للشكل الفريق النهارده، وهل ممكن يبقى في اختلاف باداء من اداء منتخبنا النهارده في المباريات الخاصه بكاس الامم الافريقيه يا كابتن؟ طبعا يا كابتن محمد، انا مش واخد المباراه الاخيره مع منتخب تنزانيا مقياس للحكم على مستوى فريقنا. احنا الحمد لله بنمتلك فريق بيمتلك من السرعات والمهاره الكثير والكثير، وعندنا عناصر مميزه في جميع الخطوط، وان شاء الله باذن الله احنا في الفتره دي كلنا واقفين وراهم وبندعمهم، وكلنا ثقه فيهم وامنا عاليه قوي 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 يا رب ان احنا نروح علشان نرجع بالبطوله يا كابتن محمد. واحنا طموحاتنا عاليه جدا جدا، وحشتنا البطوله بقى لنا 14 سنه بعيد عنها، وان شاء الله باذن الله كتيبه الرجال اللي موجودين حاليا لمنتخبنا الوطني قادرين على الحفاظ على حظوظهم بالعوده بالبطوله ان شاء الله. وبنامل بيهم وثقتنا فيهم كبيره جدا، لان احنا على مستوى الخطوط يا كابتن محمد عندنا في مركز حراسه المرمى متميزين جدا، عندنا في خط الدفاع لعيبه متميزه جدا، خط الوسط خط الهجوم عندنا توليفه جميله جدا. ما كانش موجود التوليفه دي يا كابتن يعني في الفترات اللي فاتت؟ لا بص يا كابتن، المره دي احسن اعتقد شويه. افضل مباراه طمنتني وبسطتني لما خدنا امورنا بجديه قصاد منتخب قوي زي منتخب الجزائر، وخدنا تجربه جامده جدا وكويسه جدا. يمكن هي دي المباراه الوحيده اللي ادت الاطمئنان ليا على المنتخب، خاصه ان في فرق كبير جدا بين المباريات الرسميه والمباريات الوديه والمباريات مع الفرق اللي لها كل الاحترام والتقدير في الاسم والمنتخبات العريقه القويه. انت بتشوف منتخبنا ضد الفرق الكبيره دايما يا كابتن محمد لما بياخد اموره بمنتهى الجديه، بنشوف منتخب قوي قادر على الوصول لابعد مدى. فان شاء الله باذن الله التجربه بتاعه تنزانيا يعني مش هناخدها بمحمل على محمل جديه، لان هنقول ان برضو اللعبه بتلعب وخايفه على نفسها من الاصابه، خايفين يحصل اي شيء، رايحين بطوله كبيره جدا وكل واحد بيمني نفسه ان يشارك في هذه البطوله. صحيح. فاحنا هناخد ان احنا لعيبه قدت المطلوب منها، حقيقه المكسب المعنوي اللي احنا محتاجينه. مستر فيتوريا اطمن على بعض اللاعبين اللي هم كانوا بعيد خلال الفتره اللي فاتت على المنتخب. ان شاء الله باذن الله دايما في بطولاتنا المجمعه بنوصل الكيرف بتاعنا بيتحرك من في خط بياني طالع بصعود يا كابتن محمد. صحيح. يعني دايما لو شفت بطولات الامم اللي احنا شاركنا فيها هتلاقي ادائنا في بدايه البطوله مختلف تماما عن
نهاية البطولة. فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بندعمهم في ظهرهم واثقين فيهم. والفترة دي أنا بتمنى من كل المحبين ومن كل النقاد ومن كل الفئات إن احنا نلتف حوالين منتخبنا وإن احنا ندعمه ونفضل دايما في ظهره، وإن شاء الله بإذن الله منتخبنا يحقق لنا اللي احنا بنتمناه وإن شاء الله يرجع لنا بالبطولة يا كابتن. طيب بالنسبة للتشكيلة كابتن، هل ممكن يبقى فيه اختلاف بأول مباراة من مباراة النهاردة كابتن؟ يعني تشكيلة أساسية. والله يا كابتن مش هيبقى فيه اختلاف كبير. تشكيل منتخب مصر الرسمي أصبح شبه معروف بالنسبة لجميع الكرة المصرية. يعني أنت مش فيش خلاف أبدا على محمد الشناوي في حراسة المرمى، ما فيش خلاف على أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم، ما فيش خلاف على عمر كمال وأحمد فتوح، ما فيش خلاف على محمد النني وعلى إمام عاشور أو زيزو، ما فيش خلاف على الرباعي الأمامي الثلاثة اللي قدام سواء كان تريزيجيه أو محمد صلاح أو مصطفى محمد، وفي حمدي فتحي كمان يبقى مو. فإذا 99% من التشكيلة الرئيسية لمنتخبنا شبه محفوظة ومش هتخرج عنها من على الأسماء دي. فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله وهم قادرون إن شاء الله يرجعوا ببطولة غالية يا كابتن. أنت آخر بطولة خدناها كانت 2010 يا كابتن محمد. صحيح. نعم وصلنا للمراكز مرتين ووصلنا قبل نهائي كتير، بس احنا عايزين بقى البطولة المحببة لقلوب كل المصريين. صحيح كابتن.